الجنزوري ووزراؤه يتبرؤون من قضية التمويل. القضاء الأسباني يسمح بتسليم ابنة حسين سالم لمصر. ليلى من الغناء الأصيل مع الفنان علي الحجار هنا العاصمة مع لميس الحديدي. خير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. دي حلقه نهايه الاسبوع بالنسبه لنا، والنهارده حلقه غنائيه جدا، ولكن غنى من النوع اللي انا شخصيا بحبه وعارفه ان كتير من الناس بتحبه وبتفضله وبتقدره. الفنان الجميل الصوت الرائع علي الحجار هيكون معانا بعد دقائق قليله جدا، هو وفرقته الموسيقيه، وعايزين نعمل ليله غنائيه فنيه طرب بقى من النوع القوي التقيل. علي مش بس مطرب النهاردة أو مش بس مطرب الميدان، علي مطرب سنين طويلة جدا من الفن والصراع والكفاح والصعود والمشاكل، لكن في النهاية هو علي الحجار قيمة فنية مش ممكن حد ينكرها. جيلي اتربى على صوت علي الحجار، حبينا الموسيقى، كان يعني الأول طبعا عبد الحليم حافظ وإحنا صغيرين، لكن بعد كده أخذ يعني الناصية أصوات كثيرة من في مقدمتها كان علي الحجار. هنسمع علي الحجار بيتكلم وبيغني ومعاه أساتذة عظام. الحقيقة أنا دايما بحيي الموسيقيين، الناس اللي بيحبوا الآلات وبيقربوها منهم وبتبقى جزء من حياتهم ومن عملهم الحقيقي. لكن خلونا قبل ما نستقبل علي الحجار وفرقته ان احنا سريعا نقول لكم ماذا يحدث النهاردة، بيحصل ايه في مصر النهاردة. اول شيء هو والاهم هو بيان لمجلس القضاء الاعلى يقرر فيه المستشار حسام الغرياني إجراء تحقيق فيما أثير حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. البيان صدر النهاردة، وقال فيه المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أن المجلس اجتمع أمس واستعرض ما أثير حول القضية وقرر إجراء تحقيق فيها، وأكد على حرص مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه أيا كان موقعه. الحقيقة بنحيي مجلس القضاء الأعلى، بنحيي المستشار الغرياني اللي أنا كنت بحييه شخصيا بالأمس، وبأطالبه بهذا التحقيق وأطالبه بأن ينتصر لكل المبادئ اللي احنا عرفناها عنه وعرفنا عنه يعني انتصاره لها. والمجلس أهاب في بيان له بالمواطنين ووسائل الإعلام بالكف عن التعرض للقضية صونا لاستقلال القضاء وهيبته داخل البلاد وخارجها. والحقيقة ان احنا طبعا يعني هنستمع لكلام المجلس، مش هنعلق على القضية لكن هنعلق على مقالته المحكمة المختصة، وهو المستشار مجدي عبد الباري اللي أصدر بيان، وهو رئيس الدائرة، المستشار مجدي عبد الباري ورئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارا بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، واللي بموجب هذا القرار استطاع الأجانب إن هم يسافروا. أكد البيان اسمه الحقيقة الغائبة، وأكد فيه المستشار عبد الباري أن قرار منع السفر يتفق وصحيح القانون وإعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد، وأكد أن دائرته لم تكن تستطيع إلا أن تصدر قرارا برفع منع السفر دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره. يعني هو مقتنع، والحقيقة أنه هو أصدر البيان حوالي في 6-7 صفحات بيبرر أو بيقدم المسوغات القانونية والمبررات القانونية محتملة للقانون وللدستور في قراره برفع منع السفر. وقال أنه استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أي تأثيرات خارجية أن قرار منع السفر يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد.
لكن البيان الحقيقة بيحكي فيه القصة، بيحكي فيه الحكاية كما يقول المستشار عبد الباري. بيقول ايه؟ بيقول طبعا احنا عارفين ان المحكمة عقدت يوم 26 برئاسة المستشار شكري، محمود شكري، ودي الجلسة الاولى ما كانش فيها حد من الاجانب، قيل انهم لم يبلغوا بالحضور او لم يتسلموا طلب الحضور وبالتالي ما كانوش موجودين. احنا كنا عارفين ان الامريكان موجودين في السفارة الامريكية، ده اللي موجودين منهم في مصر. المصريين، عدد من المصريين 14 من المصريين كانوا وراء القفص، ما كانش في اجانب خالص في المحكمة. بيحكي المستشار عبد الباري في بيانه الحقيقة الغائبة، وبيقول أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 28 فبراير الماضي، يعني بعد يومين، طبعا احنا عارفين يوم 26 أجل المستشار شكري انعقاد المحكمة لشهرين، وقال إنها يوم تعقد يوم 26 إبريل. بتاريخ الموافق 28 فبراير الماضي حضر محامين عن المتهمين إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم، وأبدوا تظلمهم من عدم الفصل في طلبات رفع المنع من السفر، وهو قرار ساقط منذ اللحظة الأولى للدعوة. يعني جم المحامين راحوا عن الأجانب وغير الأجانب وراحوا للمستشار عبد المعز إبراهيم وقالوا إن إحنا بنتظلم من قرار المنع من السفر. ثم أنا بختصر لكم 7 صفحات يعني. بالاتصال التليفوني بين المستشار عبد المعز إبراهيم والمستشار محمود شكري للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات، انتهت المكالمة بينهما وعلمنا، والكلام للمستشار عبد الباري، من المستشار إبراهيم أن المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب منع السفر. وقال عبد الباري: تم إحالة الدعوة لدائرتي لوجوب الفصل في طلبات رفع المنع من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم، عملا بالمادتين 66 و167 من قانون الإجراءات الجنائية. وتبين من الأوراق إن الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة 29 إلى جلسة 28، يعني كان المستشار شكري حينظر في طلب رفع المنع من السفر قبل تنحيه يوم 28، وكان المفروض غالبا كان المفروض تنظره يوم 29، الا ان الدائره تنحت. عندنا مجموعه اسئله، طبعا هو بيقدم مجموعه من المسوغات، في اهمها الحقيقه في رايي انه قال ان اوراق القضيه قد تضمنت خطابا من وزاره الخارجيه المصريه، وارجوكم تقفوا عند الجزء ده. بيقول ان المنظمات التابع لها مقدمي طلب الرفع من السفر تمارس نشاطها منذ امد بعيد، وسبق ان تقدمت بطلب لانشاء افرع لها ما بين عامين 2005 و2006 واخرها 2011، وشاركت في مراقبه الانتخابات البرلمانيه الاخيره، والتزامها الكامل اكدت التزامها الكامل باحكام القانون المصري، وان هذه الطلبات قيد الدراسه. يعني ده صك من وزارة الخارجية المصرية بتقول فيه ان الجمعيات دي اللي السيدة فايزة بنجي قالت انها تثير الفوضى، وان التمويل بتاعها يعني مع اسرائيل، ما بين امريكا واسرائيل لجهاد الثورة وما الى ذلك، هي جمعيات طلبت بالفعل يعني القيد، وطلبت وتعمل في البلد منذ فترة طويلة، وانها بتقدمت لطلب الترخيص من زمان جدا، وانها بتعمل طبقا لصحيح القانون. ده كلام وزارة الخارجية. بيبرر بقى المستشار عبد الباري وبيقول ان كل ده طبعا طبقا لصحيح القانون، لانه ما ينفعش نقيد منع حد من السفر اكتر من 15 يوم، ويعني مجموعة من المسوغات القانونية. والحقيقة عندنا مجموعة من الاسئلة مش عايزة اطيل عليكم في امور قانونية قد تبدو معقدة. اول حاجة، طيب اذا كان القرار قرار منع من السفر طبقا للقانون، يعني لا يجب أن يمتد أثره أكثر من 15 يوم، ليه تم استمرار منع هؤلاء الأجانب من السفر مدة أطول من ذلك؟ أول سؤال. ليه قاضي التحقيق إذا كانوا شايفين، يعني مسوغات اللي بيضعها المستشار عبد الباري مسوغات مهمة جدا، بيقول أن وقف قرار المنع من السفر نوع من المساواة بين المتهمين الأجانب والمتهمين المصريين، يعني ما ينفعش إن أنا ما كنش واقف المتهمين المصريين عن السفر، منعهم من السفر وامنع الأجانب من السفر، ويجب المساواة بين الاثنين. الله، طب لماذا لم يفكر قاضي التحقيق في ذلك ومنعوا الأجانب فقط من السفر ولم يمنعوا المصريين؟ طبعا أنا ما بحرضش على منع المصريين، لكن أنا بتساءل هو ليه الحاجات بتؤخذ ثم يأتي بعد ذلك شخص آخر أو قاضي آخر يقول لا ده اللي فات ده كان غلط، لمحاولة تبرير القرار اللي اتخذ. فأول شيء، طيب لماذا اتخذ قاضي التحقيق في البداية هذا القرار؟
تاني حاجة، ماذا حدث في المكالمة الهاتفية التي جرت ما بين المستشار عبد المعز إبراهيم وبين القاضي محمود شكري؟ هل المكالمة دي كان فيها ضغط، وأنا بسأل أسئلة، كان فيها ضغط من المستشار عبد المعز إبراهيم على القاضي شكري، ولا إيه نوع الحوار اللي كان بينهم؟ ده سؤال تاني. السؤال الثالث، طب إذا كان خطاب الخارجية يؤكد عمل هذه المنظمات منذ أمد بعيد طبقا وأنها راقبت الانتخابات وتعمل وفقا للقانون، يبقى ليه القضية من الأساس؟ هل القضية، وبرجع أسأل السؤال تاني، لنيل مزيد من الشعبوية، لضغط، لنيل أشياء، لكن الحقيقة ما خدناش الأشياء دي؟ ليه القضية من البداية إذا كانت وزارة الخارجية بتقر، وزارة الخارجية المصرية بتقر أن هذه المنظمات تعمل طبقا للقانون، يبقى ليه كل الشبورة دي؟ الحقيقة أسئلة كثيرة جدا. إحنا بنحترم كل القضاة. وبعدين موضوع الكفالة، إذا كان قرار المنع من السفر منعدم الدستورية كما يقول المستشار عبد الباري، طب ليه خدنا كفالة؟ وليه الكفالة غالية؟ وليه أصرينا أن إحنا نمضيهم ورقة نقول لهم أن أنتوا لازم هترجعوا وقت المحكمة، إذا كان المستشار عبد الباري بيقول أن القرار منعدم دستوريا، مفروض ما يتخذش أساسا؟ في حاجة غلط، في حاجة غير مفهومة. والحقيقة أن أنا مش هسأل أسئلة أكتر من ده في القضية، وهلتزم بعد هذا الكلام بقرار المجلس الأعلى للقضاء اللي أهاب وسائل الإعلام أن تلتزم الصمت. أنا كمان هلتزم الصمت، ولكن أنتظر من المجلس الأعلى للقضاء أن هو يشفي غللنا، أن يجيب عن كل الأسئلة اللي بنسألها ولا نجد عنها إجابة. والأهم أن احنا نعرف ليه اتخذ هذا القرار من البداية، ثم ليه رفع بعد ذلك، إذا كان الجميع كلهم بيغسلوا إيديهم من هذا القرار. والنهاردة حكومة الجنزوري كلها غسلت إيديها من القرار. دكتور الجنزوري في بيانه قال لك القضاء ده موضوع ما ملناش علاقة بيه على الإطلاق، ونحن لا نتدخل في القضاء، ومصر لن تركع. وأنا مش هعلق بقى مصر لن تركع. السيدة فايزة بنجا في يعني حديث عاصف مع مجلس الشورى قالت ده موضوع ما يخصنيش، أنا عملت شغلي، الموضوع يخص السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية. فجأة بقى ملف المنظمات الأجنبية لا يخص وزارة التعاون الدولي، ولكن يخص وزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية بقى جت قالت إيه؟ لا 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 لا، مش تبعي خالص، ولا لي علاقة بيه، ده موضوع لأن هم مش شرعيين، أنا بس مسؤولة، السيدة نجوى خليل، أنا فقط مسؤولة عن الجمعيات الشرعية. إذن الجمعيات دي ملهاش أب، والجمعيات دي ما نعرف لهاش صاحب. وزير الطيران بقى قال ايه؟ مع كل احترامنا لكل الناس، يعني اننا خدعنا، ان الطيارة دي احنا كنا فاكرينها طيارة دبلوماسية، وفوجئنا انها غير دبلوماسية. يعني ايه غير دبلوماسية؟ يعني طلعت طيارة حربية مثلا؟ ما احنا برضو مش فاهمين. جت امتى يا فندم؟ جت الساعة 2 الفجر يوم 29 يوم 29. بيسألوا الناس، سألوه في مجلس الشورى، يعني جت قبل صدور القرار ولا بعد صدور القرار؟ قال والله أنا عرفت من وقت التفتيش، وأقريت بأقصى العقوبة اللي هو 50,000 جنيه على هذه الطائرة. في النهاية إحنا خرجنا بلا شيء. في النهاية ما بين كل هذه البيانات إحنا معانا طرف ثالث، وهنبتدي ندور سوا كده على الطرف الثالث وعلى اللهو الخفي وعلى الشخص اللي احنا ما نعرفوش. كله بيغسل ايديه. هل جميعا يشيرون الى المجلس العسكري؟ خلونا نكون صراحة، اذا كان الدكتور الجنزوري ملوش علاقة، ودكتورة السيدة فايزة بنجا ملاش علاقة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ملاش علاقة، وزير الطيران ما يعرفش الطائرة دي جت منين، وكل دول ما يعرفوش حاجة، والقضاء بيقول ان انا محدش بيتدخل في قراراتي وانا قراراتي مستقلة وتأثير مع صحيح قانوني، يبقى مين اخذ القرار الاداري؟ المجلس العسكري. ده السؤال، يعني هم كلهم بيشيروا بالاتهام باصابع واحدة جدا الى اتجاه واحد. الحقيقة انها يعني اشياء تثير الاهتمام وتثير التساؤلات، لكن النهاردة مش هنتكلم في السياسة كتير، وهنتكلم في الفن. نشوف جزء من ما حدث في مجلس الشورى النهاردة ونرجع تاني. شهر يوليو الماضي مجلس الوزراء
المصري اتخذ قرارا بالإجماع بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وكانت توصيات هذه اللجنة والخلاصة التي انتهت إليها أنه بناء على الحقائق التي درستها اللجنة، فإن هناك من الأسباب ومن المخالفات الجسيمة والتي أيضا يمكن أن تكون فيها شبهة جنائية ما يستلزم إحالتها إلى قضاة التحقيق، وقضاة التحقيق تسلموا أوراق هذا الملف يوم 3 أكتوبر 2011. منذ ذلك اليوم توقفت مسؤولية الحكومة عن هذا الملف لأنه انتقل بالكامل إلى أيدي قضاء مصر الشامخ. وأود أن أنهي كلمتي أمام حضراتكم أنه لو عادت بي الأيام لقمت بما قمت به دون أي نقصان، وأنا أفتخر به كمواطنة مصرية وكمسؤولة مصرية أقسمت أن ترعى مصالح الشعب وأن تحترم استقلال الوطن وتحافظ على سلامة أراضيه. شكرا سيد رئيس. هذه الطائرة كانت، وأنا معي صورة من برنامج الرحلة بتاعها وممكن أسيبه لحضراتكم تشوفوه، مكتوب عليها في الميشن بتاعتها إنها US Government أو الحكومة الأمريكية، وما يطبق عليها ذلك من التصريحات الدبلوماسية ليها. فالطائرات التي لها صفة دبلوماسية بتدخل مجال، ولكن أحب أن أطمن حضراتكم أن الطائرة مكشوفة راداريا، في اتصال بها وأنا عندي كافة الاتصالات بالطائرة مسجلة وموجودة. الطائرة بعد ما دخلت ونزلت في مطار القاهرة الدولي اكتشفنا أن هو الطيار قال لا، اللي مش موجودين مش دبلوماسيين، دول أشخاص عاديين. وفورا مارسنا حقوقنا، فتشنا على الطيارة صلاحية ونقل جوي، وبعد كده لقينا حيث أنه هينقل أفراد غير دبلوماسيين أو غير حكوميين يبقى ليس له الحق أن هو يستخدم هذا التصديق. وبالتالي أنا بحب بس أوضح، الغرامة التي فرضت عليه هي غرامة مش مخالفة في دخول المجال، الغرامة اللي فرضت عليه مخالفة ان برنامج الرحلة او بنسميه الفلايت بلان او الخنابج مخطط الرحلة اللي مقدمه كاتب فيه ان US government، في حين ان هو مش US government. النقطة التانية ان الطيارة مكتوب عليها Department of State والمقدمة باللغة العربية ان هي وزارة الخارجية الامريكية. ده جزء من ما قالته السيدة الوزيرة ووزير الطيران. ومعي على الهاتف الآن سيادة المستشار مجدي عبد الباري رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرار التمكين بالسفر للمتهمين الأجانب. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير يا أختنا العزيزة. يعني الحقيقة طبعا البيان اللي عملناه النهاردة ده لو أزمتيلي هو مناسبته ان احنا اضطرينا نودع أسباب القرار إزاء اللغط والامور الشائكه اللي صارت في المجتمع على اثر عرض الطلب ده. والقرار الحقيقه قرار وان كان مطول، لكن انا تعمدت ان يكون بهذه الصوره علشان كل سطر وكل ماده قانون وكل حكم موجود فيه بيرد على جميع تساؤلات المجتمع المصري، سواء فيما يتعلق لماذا عرضت القضيه على هذه الدائره بالذات، ولماذا انعقدت الجلسه في هذا التوقيت بالذات، ولماذا تم إصدار القرار. وإن كان هذا أنا أعتبره عيب في القضاء أن يظهر القاضي ويقول لماذا حكم ولماذا أصدر، لكن على كل أنا عملت صدرت بياني بحضرتك جاي تقرا الفقرة اللي قدامك، أنا مضطر أعمل كده ليه؟ لأن ده طبعا كويس حضرتك كويس بهذه البداية، لأن أنا كنت ناوي أسأل حضرتك لماذا هذا البيان. طيب هذا البيان أنا قلت لحضرتك مسبقا إن بمناسبة إحنا اضطرينا نودع اسباب للقرار علما ان جميع المشتغلين في القانون، وطبعا هذا القرار هيعرض على جميع اساتذتنا من دكاتره الحقوق والاساتذتنا المستشارين واخواننا المحامين ويفندوه كلمه. هذا القرار اعمل سياده القانون اعمال الدستور اللي انا قلت لحضرتك القرار ده صدر. نبدا الاول بصدر ليه في التوقيت ده وصدر قدام الدائره دي بالذات ليه؟ هل هذا تبرير يا سياده المستشار؟ لا يا فندم، انا لا ابرر شيء فعلته، وانما انا اعلم ان المجتمع اصبح في حاله ارتباك فظيعه نتيجه تناول اعلام الموضوع بجانب سياسي.
القاضي والقضاء ليس له علاقة بالسياسة إطلاقا. طب خليني أسأل حضرتك للأسف وأقول طب. للأسف الشديد بعد صدور بيان السيد رئيس مجلس الشعب اللي بيقول فيه تورط بعض القضاء، يا سيادة رئيس مجلس الشعب اعلم ما هو القانون الذي يحكم بلدك الآن. قانون الإجراءات الجنائية خلى من حاجة اسمها منع سفر متهم. طيب سؤال يا فندم بقى خليني أسأل حضرتك. الإجراءات الجنائية المادة 201 والكل في من يعمل خلية اسمعني الآن. طيب سؤال يا فندم بقى إذن حضرتك بتقولي كده لماذا هذا أمر المجتمع كله. طيب ده أنا عايز أفسر بقى للمجتمع كله يا فندم، لماذا إذن منع قضية التحقيقات المتهمين من السفر؟ لا تسائليني عن فعل غيري، أنا أتحدث عما كان أمامي يا أستاذة لميس لو سمحتي لي. عندما أنا يصدر حكم في الجنايات ممكن محكمة النقض تلغيه، عندما يصدر قرار من النيابة قال دائرة مجرح مستنبة تلغيه. أنا أحدثك عن الدستور والقانون وأرجوك من أجل بلدك اديني فرصة أطلع كل اللي عندي. ما أنا سمعك يا فندم وما بقاطعش حضرتك على الإطلاق. يبقى أول حاجة نتكلم لماذا صدر هذا القرار. اديني عنوان قلنا لم تكن تملك الدائرة إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره على التفصيل الآتي. ليه؟ أي قاضي بتعرض عليه قضية ممكن يدي براءة وإدانة، يدي حبس أو غرامة. معروض علي أمر حبس، تجديد حبس، أجدد تجديد حبس أو أخلي سبيل. هذا القرار منع السفر لم يكن أمام الدائرة إلا أن فورا تلغيه، لأنه هو العدم سواء. لماذا هو العدم سواء؟ ليس للأجنبي يا أختنا العزيزة، للأجنبي والمصري ولأي إنسان، لأن تشريع المصري خلى من حاجة اسمها منع سفر متهم. لو أذنتي لي وأذن للسادة المشاهدين، الحبس الاحتياطي إجراء يعرفه الجميع من إجراءات التحقيق، وجاءت المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية قالت ممكن الراجل اللي بيحقق دهوت نيابة أو غرض تحقيق يستبدل حبس الاحتياطي بأي من إجراءات الثلاثة الآتية، 1، 2، 3. أول حاجة نقول للمتهم ده ما تحركش من موطنك أو مسكنك، واثنين أو ثلاثة. وقالت المادة دي بعد كده لما تاخد تدبير ده مكان الحبس نطبق على التدبير ده كل قواعد إجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس. بمعنى إيه؟ لو إن النهاردة اتحبس واحد مدة معينة لازم يتعرض على القاضي بعد انتهاء المدة فورا. طيب. وينظر في تجديد حبسه او يروح. مفهوم يا فندم. اذا تظلم من هذا التجديد يا اختنا العزيزه، ثانيه واحده، اذا تظلم منه لازم ينظر هذا الامر خلال 48 ساعه. خليكي معايا ثانيه واحده. احنا قلنا هذا القرار بناء على حكم المحكمه الدستوريه العليا، وكل رجال القانون يسمعوني. طيب. حكم بعدم دستوريه منع المتهم من السفر، لان هذا المنع لا يكون الا بموجب تشريع. والسلطة التشريعية تخلت عن رسالتها في هذا الموضوع ولم تنظم هذا الإجراء منع السفر. طيب. وتركته الوزير الداخلية بموجب قرارات. يعني حضرتك اللي دونته في البيان قالت ما فيش حاجة منع السفر. طيب. يا سلطة تشريعية تدخلي وحط لنا تشريع نفس الكلام ده. أساتذتنا وشيوخ قضاتنا بعد إذنك لو سمحت عملوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسه هيصدر يرى النور. يبقى يعني خليني أبسط بس ده للناس يا فندم شوية وأقول أنه لا يوجد يعني طبقا للقانون والدستور المفروض ما يبقاش فيه قرار بمنع من السفر لمتهم. مظبوط؟ لا يا فندم أستأذنك بديني فرصة أكمل بس. طيب اتفضل. لا عشان الناس تفهم واحدة واحدة. وإزاء 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 أنه لا يوجد في التشريع المصري حاجة اسمها منع سفر في قانون الإجراءات الجنائية، وقضي بعدم دستورية قرارات وزير الداخلية اللي بتتكلم في انها صبر ده لم يكن امامنا كدائرة الا ان نعود وننظر الى المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية اللي هي ادت اجراءات بديلة للحبس الاحتياط. وقلنا وما بالرغم من يا اختنا العزيزة لا يجوز القياس في الجنائي، لكن ازاء هذه الحالة اضطرينا نقول نعتبر ان قرار منع السفر هو تدبير الاول في المادة 201 اللي بيقول تحديد موت المتهم ما تحركش بمكانك او مسكنك. طيب. يا فندم بس معلش بعد اذن حضرتك، قرارات المنع من السفر حتى في كل محاكمات الرموز النظام السابق وكل من هم على ذمة التحقيقات احنا بنسمع على طول قرارات بمنع من السفر. استاذ لميس استاذ لميس نعم خذي على لساني والكل يسمعني، جميع قرارات منع السفر الصادرة من النيابة العامة ومن قوى التحقيق باطلة لا تستند لقانون في مصر. حضرتك بتقولي أن جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النيابة العامة ومن جهات التحقيق باطلة وعدم دستورية
وعدم دستورية على مسؤولية حضرتك يا سيادة المستشار. وبس وحكم يا فندم لو سمحت لي انا بتكلم اهو. وحكم الدستورية التي الذي قضى بأن السلطة التشريعية لم تمارس دورها بإصدار قانون ينظم هذا الأمر موجود رقمه قدام سعادتك البيان. أيوة أنا شايفاه. طيب خلاص يا فندم ده أول نقطة. لا ده نقطة. خبر دي مفاجأة بصراحة بالنسبة لي. ثاني نقطة ومفاجأة ولازم الكل يعلمها، وأنا أتحدى محامي قاضي أستاذ في القانون يجيب لي نص مادة بتقول إن سلطة التحقيق النيابة أو تحقيق له أن يتخذ اجراء منع السفر ضد متهم. وانا بقول قاعده اصوليا اليها عليا، لا يجوز القياس في القانون الجنائي. لا طيب. جريمه ولا عقوبه ولا تدبير الا بنص. نيجي للمرحله الثانيه مهم جدا، احنا ازاء هذه الواقعه التي طبعا يفاجئ بها المجتمع الان ماذا نفعل؟ وهذا الاجراء هو العدم سواء. رجعنا الماده 201 اجراءات اللي بتقول انت ممكن ما تحبسش يا قاضي التحقيق او يا نيابه وخد تدبير من الثلاث دول. اول تدبير يقول لك حطه في مكان مسكنه او موطنه ما يتحركش منه. طيب والمادة قالت ايه كمان؟ بس لما تاخد تدبير من دول اتبع قواعد الحبس الاحتياطي في المدد والاستئناف والتظلم من الحبس الاحتياطي. المادة قالت كده موجودة، الكل يسمعني الان. طب خلاص انا اعتبر ان هذا القرار في حقيقته هو اقول للمتهم ده يا متهم ما تحركش مسكنك ومنطقك في المكان ده. طب عايز اطبق عليه بقى قواعد الحبس الاحتياطي المادة 166 والمادة 167 المضافة في مستحدثة في قانون الجرائم قالت لازم إذا تظلم المتهم من قرار حبس احتياطيا أو التدبير من ثم يفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا سقط فورا. يا فندم هل ده كان أول تظلم يا سيادة المستشار؟ ده ما كانش أول تظلم للمحامين. أكمل كلامي يا أستاذ. اتفضل. ما تقطعينيش أرجوك. حاضر. عشان تفهمي والمشاهدين يفهمون. حاضر. اتفضل يا فندم. إذا هذا قلنا نطبق قواعد مادة 201 لازم يعرف خلال 48 ساعة. لما عرضت هذا الطلب والمتجمهر المحامين واقفين وهم الوحيدين قالوا كده في مرافعتهم، كلامي ده مش من عندي ده كلام قانون كل المحامين عارفينه. جينا بصينا بالنظر المعطيات لحضرتك في البيان وجدنا ان هذه الطلبات مقدمة من عمر، من قبل ما القضية تتحال زميلنا استاذنا الفاضل محمود او محمد بيكو. مظبوط. القضية اجلت اول جلسة ليها من 26/2 ل 26/4 والطلبات مقدمة من قبل. فالحقيقة الأوراق بتنطق وبالتأجيل. الكلام ده كلام له سندات مش كلام من مرسل، ده كلام في ورق. لما على ما يبدو لما فاطن أستاذنا محمد شكري للكلام ده فصل سلخ الطلب عن القضية وعمل للطلب جلسة كام يا فندم؟ 29/2 اللي هي يوم الأربعاء. 29 دي يوم الأربعاء. في ثورة المحامين ومشكلة المحامين اللي عندنا قالوا ازاي؟ طب المصريين روحوا. ده الكلام اللي اتقال في طرقة المكاتب بقى. طب والطلب بتاعنا المفروض ينظر خلال 48 ساعة. ظهرت المشكلة اللي بعيدة عندنا مالهاش دعوة احنا بيها بقى، المكالمة والإرهاصات اللي انت عارفها مالهاش دعوة بيها. احنا بنتكلم في قانون. فتنحى عن الطلب هو اللي تنحى. ليه؟ وعجل الجلسة فاطن ل 28/2 اللي هي يوم ايه يا فندم؟ 28/3 وعرض على الدائرة المشكلة برئاستنا وكان أمامنا المعطيات الموجودة في البيان وحكم الدستورية والمادة 201 و 166 إجراءات وانتهينا في قرارنا إلى ما انتهينا عليه. طيب يبقى حقيقتين لازم حضرتك تعرفيهم والكل يعلمهم. اتفضل. أول حقيقة وهي هامة جدا أن هذا القرار صدر يوم الثلاثاء 28/2 وليس الاربعاء 29/2. قرار انا بقول التاريخ ده ليه؟ لا تاني يا فندم حضرتك بتقول لي ان القرار صدر يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يا استاذ اديني فرصه اهو انا بسرد اهو. صدر يوم الثلاثاء 28/2 وليس 29/2 وليس الاربعاء 29/2. ليه بقول التاريخ ده باكد عليه ليه؟ عشان حدوله بقى اللي بعيد عني ماليش دعوه بيها خالص، المفروض انا ماليش دعوه بيها خالص واتكلم فيها لك انا مضطر اتكلم فيها. الطياره العالم كله اتكلم فيها. ايه هي الحدوته ديت؟ الطياره نزلت امتى والطياره طلعت امتى والشيك اتدفع امتى؟ يبقى كانوا عارفين وكانوا مش عارفين. يعني ده كلام لغط كان يجب ان ينأى القضاء وتنأوا انتم القضاء عن ذلك. انا طيرت ايه يا فندم؟ انا ايه اللي ضغط ايه وانتم مجهزين الطياره قبلها بيومين؟ ده تواريخ مسجله محاضر جلسات يعني عبث فيها تزوير. القرار يا اخواننا صدر يوم الثلاثاء 28/2
وحطيت بقى طرت على بعض، لا يجب ان اتحدث عنها اطلاقا. انا مالي، انا راجل عرض علي امر بموجب اقتصاد سليم ردا على استاذنا احمد مكي في قناه حامل شويه بيقول القرار صحيح وصائب ويتطابق مع الدستور والقانون، لكن انا بسال ليه الدايره دي والتوقيت دي؟ فانا الكلام ده اتقال في قناه الحياه. طب ليه يبقى نجاوب على السؤال ده، ليه الدايره دي والتوقيت ده؟ هقول تاني انا مش سامع حضرتك. ما هو ده السؤال نفسه، هنرد على المستشار، كلام المستشار مكي، ليه الدايره دي والتوقيت السيد ده؟ السيد المستشار رئيس الدائره المتنحيه هو الذي عجل الدعوه الى 28/2، وهو له مطلق الحريه وكل احترام في ذلك ولا معقب عليه. فكان لزاما ازاء ان احنا قلنا ان هذا اجراء لازم ينظر خلال 48 ساعه والطلبات من قبل من عدت عليها فتره كبيره، فكان لازم فورا دايره تشوف هذا الطلب. يعني حتى لو احنا ضحكنا عن، مش هنضحك على المحامين، ده محامين 60 70 محامي واقفين. ما هم يا فندم قدموا الطلبات دي من زمان ولم تنظر. يا فندم اساليني لا تساليني على حاجات قبل وقت حضرتك. مظبوط، ماشي. انت حضرتك يا زلميس بتدخليني في متاهات ليه؟ اساليني عن ماذا فعلت ولماذا فعلت ولماذا تلك الدائره وما الداعي القانوني. الاجابه وصلت؟ انا الاجابه وصلتني. طب ممكن اسال حضرتك عن الكفاله؟ جميل قوي، برافو عليك. اذا كان هذا القرار، وان كنت مش بتاعه قانون لكن هقولها لك برضو، يا ريت تفهمها لو مني. لكن انا متاكد ان اي مشتغل بالقانون هيفهمنا كويس قوي. هذا اجنبي ليس مصري، والقاعده الاصوليه في القانون الجنائي او اي قانون في العالم ان المتظلم او المستأنف او الطاعن لا يضرب طعن. يعني انا ما اقدرش احبسه احتياطي. تمام. واذا ان احنا قلنا ان الراجل ده اجنبي وقرار منع سفره معدوما دستوريا، طب احنا عايزين نضمن حضور جلساته، لان لسه الموضوع ماليش دعوه بيه. موضوع طبعا ما البديل في هذه اللحظه؟ هذه سلطه تقديريه لم يمنعني القانون منها، فقررت الدائره بعد المداوله ان يكون مبلغ كفاله عالي يلزم الذي هيدفعه ان لازم يحضر بعد كده. اقول لك معلومه ما تعرفهاش بقى وكتبتها في البيان، معلومة طبعا تخص الجهاز الإداري في المحكمة، تخصنيش. أن 6 من المتهمين الأمريكان الذين رفع السفر عنهم بضمان 200 مليون جنيه لم يسددوا الضمان حتى الآن. لا معلش يا فندم أسمع تاني عشان الجملة دي ما سمعتهاش. معلومة حضرتك ما تعرفهاش وقد غيرك ما يعرفهاش. أن ستة أمريكان من الذين أصبح قرارهم منع السفر معدوما واستبدلناه بالضمان المالي اجتهادا منا، سلطة تقديرية منا لضمان حضور الجلسات، لم يسددوا الضمان حتى هذه اللحظة. هذا العمل لا يخصني وإنما معلومة عرفتها من الجهاز الإداري. يعني مشي يعني سافروا وما دفعوش؟ ما يا فندم ما سافروش خالص. ما سافروش خالص. احنا عارفين إن في ناس موجودة بالفعل يا فندم، موجودين ما سافروش الكفالة. قالوا الو، سمع حضرتك يا فندم، سمعك. الو مش هنسدد الكفاله، هننتظر المحاكمه. هل دول اللي ما كانوش عايز اقول الضمان المالي اللي انتوا بتاخدوه معايا ده لا يؤخذ علينا؟ هل دول ما كانوا موجودين يا فندم في مصر اصلا ولا ما كانوش يا موجودين؟ يا استاذ نرجع لنقطه مهمه ارجو حضرتك تسمعيني فيها، علق شويه حضرتك تسمعيني فيها. انا سامع حضرتك الناس وانا مش ملزم اقولها لكن مضطر اقولها. اتفضل. لماذا 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 سمع المحامون السائرون بالطلبات المقدمة منهم دون حضور المتهمين؟ اسمع حضرتك. المتهم اتفقنا انه غير محبوس احتياطي. تمام. فقانونا لا يلزم حضوره. اذا انا بنظر طلب في اجراء تحفظي وليس طلبا موضوعيا. المادة 388 من قانون الاجراءات الزمت حضور المتهم بشخصية اثناء المحاكمة الموضوعية. اما اذا كان الامر يتعلق بطلب في اجراء تحفظي، بالذات اذا كان يتعلق برفع المساس بشخصه، طيب ده لا يلزم حضور بدليل. عشان بتوع القانون يفهموني كويس برضه، انا بلزم بعد اذنك يا استاذ، انا بلزم المتهم عندما يجدد حبسه ان يحضر. طب لو المتهم بيستأنف او بتظلم من قرار حبسه، القانون لا يلزم حضور. ليه؟ لانه لن يضرب استئناف، يا اما هروحه يا اما هايد القرار بتاعه.
دي حته طبعا اجاز مش في ذهنك. طيب لكن انا بقولها دلوقتي وازاي القرار ده صدر في غياب الناس؟ يعني دلوقتي هذه الدائره دي شكلت فقط يا فندم الدائره دي. ايوه الدائره دي اسمها دائرة تظلمات. ومشكلة من أعضاء المكتب الفني لحالات الضرورة كل رؤساء محاكم الاستئناف عاملين في محاكمهم. فهي دائرة فقط لنظر التظلمات. هي احنا كأعضاء مكتب في جميع محاكم الاستئناف ومحكمة النقض في حاجة اسمها مكتب فني. دائرة التظلمات دي في مثل هذه الحالات المستعجلة الطلاق. يعني واحد لازم ينظر هذا الطلاق خلال 48 ساعة. طيب. قياسة قلنا التدبير الأول من المادة 200. ومش هسأل حضرتك طب ليه ما تنظرش قبل كده يا فندم أرجوك. مش هسألك هذه الأسئلة. ما أنا مش هسأل حضرتك بس طب عندي سؤال واحد. أستاذ لميس لو سمحت تفضل. هناك شيء ما يجب أن يعرفه المجتمع جميعا. تفضل يا فندم. الدكتور سعد الكتاتني قال ان سفر المتهمين تورط بعض القضاة. يؤسفني ويزعجني ان السيد رئيس مجلس الشعب على قمة السلطة التشريعية كان يتعين عليه ولديه لجنة تشريعية ان تطالع قانون الاجراءات الجنائية وان يعلم الثغرات والعجز في قانون الاجراءات الجنائية وان يعلم ان هناك عنده مشروع قانون الاجراءات الجنائية تضمن هذا الامر منع السفر تنفيذا لحكم الدستورية اللي قضى بعدم دستورية منع السفر. طيب. انا بشكرك يا سيادة المستشار. في الازعاج. لا لا لا. لأي انسان اي اتصال ارجو يجي لي مكتبي وانا ردله عليه. انا بشكرك يا سيادة المستشار. يعني ربما حين الوقت ان حضرتك تكون ضيفنا عشان برضو ناخد ايضاحات قانونية اكتر. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. الحقيقة حضرتك قلت لنا معلومات مهمة جدا في مقدمتها ان المفاجأة بالنسبة لي ان كل قرارات منع من السفر التي يعني خرجت من النيابة او من جهات التحقيق كلها باطلة طبقا ل وغير دستورية زي ما حضرتك بتقول. اذا ده كان كلام المستشار مجدي عبد الباري رئيس دائرة المحكمة التي نظرت التظلم المقدم من عدد من محامي الأجانب المتهمين في قضية التمويل والذي أمر أو قرر بتمكين المتهمين الأجانب من السفر أصدر بيانا اليوم تحت عنوان الحقيقة الغائبة برر فيه قانونا لماذا قام بهذا الإجراء. حبينا نسمع رأيه مهم جدا وبنلتزم بقرار أو بالطلب يعني الذي أهاب به مجلس القضاء الأعلى. ده كان كل السياسة اللي عندنا النهاردة. هنخرج فاصل وبعد الفاصل نستقبل الصوت الجميل علي الحجار.